فنبدأ بالتساؤلات اللي انتوا حابين تسألوها. نبدأ بحضرتك، اتفضل. لو سمحت يا دكتورة، أنا حضرتك مش متجوز، فطبعا أنا بسأل أول حوار عن الجنس بين الأهل والأبناء يبدأ من سن كام؟ بيبدأ من بدري قوي قوي، يعني أصلا فتح جسر الحوار ما بين الأهل والأبناء ده مهم جدا، بيبدأ قبل التمييز. التمييز سن التمييز بيبقى تكوين الشخصية من سن 6 سنين. قبل كده بيبقى فيه بقى اللي هو نوعية التحذيرات اللطيفة، مش اللي هي بتحمي بين طياتها الهجوم. يعني لازم نحذر الطفل ان هو لو كان لوحده محدش يقلعه هدومه، محدش يمد ايده عليه، محدش يدخل معاه الحمام، الحاجات اللي زي كده. فدي كلها دي اسمها ثقافة العورة. يعني احنا نبتدي نعلم اولادنا اول خطوة في الثقافة الجنسية هي ثقافة العورة. لما يبقى الحوار ده طبيعي ما بين الاب والام من ناحية والاولاد من ناحية تانية، خلاص بيبقى الموضوع بيتسهل بعد كده.